هجوم صاروخي يحمل 50 كيلوغراما من المتفجرات على ملعب كرة قدم في مجدل شمس بالجولان يشعل وتيرة التصعيد بين حزب الله وإسرائيل التي حملت الحزب مسؤولية الهجوم الذي تم بواسطة صاروخ من طراز فلق واحد إيراني الصنع، بل وحددت هوية قائد الهجوم وهو علي محمد يحيى القيادي في الحزب. فمن هو علي محمد يحيى القائد الميداني الذي أمر بقصف مجدل شمس بحسب الرواية الإسرائيلية وما مهامه؟ علي محمد يحيى الذي أصبح هدفاً إسرائيلياً على رأس قوائم الاغتيالات في تل أبيب عقب الهجوم قيادي بحزب الله ويشارك في التخطيط والعمليات الميدانية ويمتلك خبرة واسعة في العمليات العسكرية، وسبق وشارك في عدة مواجهات ضد إسرائيل بالإضافة إلى مشاركته في الصراع السوري. يحيى له دور بارز أيضاً في التنسيق الاستخباراتي بين حزب الله وإيران، خاصة فيما يتعلق بتطوير القدرات العسكرية ونقل الأسلحة، كما يساهم في تدريب القوات الخاصة بالحزب والإشراف على تطوير قدراتها القتالية، كما يعد أحد الأعضاء الرئيسيين في حزب الله الذين يسهمون في تحديد استراتيجيات الحزب العسكرية والسياسية. علي محمد يحيى تربطه أيضاً علاقات وثيقة مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الذي يعد المسؤول عن العمليات الخارجية لإيران. الهجوم الذي اتهمت إسرائيل يحيى بمنح إشارة تنفيذه مؤكدة أنه تم بصاروخ إيراني الصنع يحمل رأساً متفجراً وانطلق من مجمع لإطلاق القذائف في شبعة جنوب لبنان تابع لحزب الله، اعتبرته صحيفة يدعوت أحرانوت الإسرائيلية سوء تقدير من الحزب، من المرجح أن يؤدي إلى تصعيد المواجهات إلى حرب أوسع نطاقاً، كما أكدت أن الحادث يقرب إسرائيل وحزب الله من شفا مواجهة شاملة أكثر من أي يوم آخر منذ 7 أكتوبر.